جتنا أشياء أضفناها مهمة شفناها وقادرين على إضافتها. مثلا تجربة لكريستيانو رونالدو في كرة القدم في البوليفارد، تجربة ثانية أبليكيشن معروف رياضي اسمه 433 حق الرياضة، اليوم وقعنا معهم اتفاقيات، هم اللي جو يطلبون مننا الشراكة مع موسم الرياضة وهيئة الترفيه. عمر في السنوات اللي مضت كنا إحنا اللي نسعى وراء الناس، دلوقتي العكس طبعا، لأنه النجاح ده إدى جاذبية. لا بلا مبالغة، المملكة كلها جاذبية بلا مبالغة يا عمر، وانت شايف بنفسك. وجيتني في نيويورك وجيتني هنا، طوابير طوابير ناس عاوزة تشتغل في السعودية وفي موسم الرياض، وكلهم جايين مو الموضوع فقط شغله بس، يبغى يفتح شركة، يبغى يحصل على مستثمر، يبغى يحصل على إقامة ذهبية، يبي يحط فلوس ويفتح حساب بنكي، يبي يكون الفرع الرئيسي له في المنطقة عندك. فالحمد لله هذه يعني شيء كبير جداً.